ده معناه حتمية أن تعرف نبيك في أن الترداد خلف المؤذن أحد أبواب الفرج وأحد أبواب الرضا من الله سبحانه وتعالى. وعند البخاري أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الإمام البخاري. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. واحد بيسأل سيدنا النبي بيقول له: المؤذنين يعني هم أشراف الناس وأطول الناس أعناقا يوم القيامة، فماذا أفعل كي أكون مثلهم؟ إن المؤذنين يفضلوننا. فقال: قل كما يقولون. وإذا انتهيت فسل تعطى، يعني بعد أن ينتهي المؤذن وبعد أن تقول مثله الله أكبر الله أكبر وهكذا، يبقى أنت تمشي معاه لآخر الأذان، وبعد الأذان ادعي: فإذا دعوت فإن الله لن يخيبك.